نبدأ هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا بِذَا
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا سلام. وتقطعوا أمرهم بينهم. الله يزيدك يا شيخ. كل إلينا راجعون. يا سلام. كل إلينا راجعون.
وتقطعوا وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يصلونها يوم الدين. نعم يا رب.
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله الله الله. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اقرأ. عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم نعم. خلق الإنسان